الحقي قبل رمانة الحقي. ايه في ايه يا بيت؟ افندينا وصل والواد براء بره بيغلي وشكلها هتبقى ليله تاني. الواد بره سكران تينا وحالته كر. طب وخميس عمل ايه؟ ولا عبره وتنه يهري وينكت في نفسه. خميس استحلى اللعبه وعمال ياكل عيش على الواد ده، والبعيد التاني دماغه طاقه والحمقه واخداه، والخمره هوله والليله طويله. ربنا يستر. انت بتضحك يا خميس، ده الواد خارج الشر بيتنطط من عينيه، شكله مش هيعديه. والله بقى اللي يمشي شمال يستحمل تقليب النور. انت بقيت عامل عقده للواد ده، مره تعوره ومره تحزمه وتنقطه، مش عارفه المره الجايه هتعمل فيه ايه. هصلح غلطتي واتجوزه. هذا الكلام جه على الجرح. لم الدور يا خميس، مش طالبه تسيح. ها يا حبيبي يا حبيبي. يلا حبيبي او منع عشان لسه عندي نمره تانية. بالسلامه يا جديد، بالسلامه. طوب عينا ربنا. بقول لك ايه؟ ايه هتروح معايا مش كده؟ ليه الليله دي ليله المتر؟ ما اقدرش احرمه من حقه الشرعي. عريس بقى يا ستي. يلا بالاذن. وراك وراك وراك. هزر هزر هزر، شوف مين هيخرجك من البلاوه بتاعتك. احلى بيره الاحلى يا فندينا. انا مش فاهم ايه غيتك في دماغ البيره دي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يا ابني البيره دي الشعير ومفيد جدا للكلوة. اه فاكرين الدكتور اللي قابلناه ده اللي قال سهر معانا وقال لك الضرورات تبيح المحظورات؟ اشربوا بيره، البيره مفيده للكلوة صح. اهو يعني علاج كمان. بس انت عمرك ما شكيت من الكلوة يا فندينا. الوقاية خير من العلاج ولا ايه؟ 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 الوقاية ايه؟ لا لا لا، الوقاية ايه؟ خير من العلاج. الروبوت هنا. ما انا كنت بختبرهم. نتالة نتالة نتالة. افتح يا ابني. ابني ايه اللي جراله؟ يا كبير تقل في الشرب لحد ما سابت مفاصلك. يا كبير في ايه؟ المعلم براء مش لازم يروح الكباريه ده تاني. ما تنجز اطرش في بطنك بغير لك، قول خلص. خميس افندينا علم عليه وخلاه له مؤاخذه مسخه وسط الخلق. وتعارك معاه تاني؟ يا ريت يا كبير، ده حزمه ورقصه ونقطه، والمعلم براء زي ما انت شايف مع مش شرب. اه يا واطي يا ابن الكلب. لا حفظته. أمرك يا كبير. خلف عار. تقتلك يا خميس. شرف الغريب ورحمته يقتلك يا خميس. يا أخي تنيل كانت 60 نيلة. ابني إيه؟ ابني إيه؟ تقتلك يا خميس. مضمون ازاي بقى يا دكتور مغاوري؟ اصل امبارح يا باشا قلبته في كمين كده من واد فرفور، يبقى اكيد اصلي. يا نهارك اسود، انت بتقلب الحرز؟ انت اديتني الامانه يا باشا. وده بتاخده بقى كل يوم؟ ها لا يا باشا، كل يوم ايه، ده وقت اللزوم بس. اه الجماعه يعني. عامل ايه يا باشا؟ الحمل بقى تقيل. يعني ايه؟ يعني يا باشا الواحد ما بقاش لاقي حتى اللقمه عشان يتقود بيها اليومين دول، هنعمل ايه؟ وده اللي بتتقود بيه بقى بدل اللقمه؟ اتفضل يا باشا. استنى استنى. شكل الحكايه ولعت على الاخر ما بين عيله ابو سنه والنوح.
مالك يا باشا؟ في حاجة؟ في حاجات يا علي، حاجات كتير قوي. تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوتة بدران. بخصوص حدوتة مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في أسرع وقت ممكن ومن غير نقطة دم واحدة. من غير إيه؟ نقطة دم واحدة. أنا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرب. حلو. اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها. احنا داخلين على مصلحة خطيرة ومهمة ومش طالبة لمش. طمن معاليك. سلام. سلام. يلا اتكلوا على الله. امسكوا ايدين بعضيكوا وانتوا بتعدوا. صباح الخير يا خميس. كلنا خير. انت بعت الزوز والمضي في حته؟ لا مصلحة صغيرة ومش هيعوقوا. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفرية. هنبص ولو ان بعديك يا خال ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال، ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول، بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص متشكرين، روح انت يا شوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه يا شوق. يوه، نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها، ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه، ولا حاجه سمينه ترموا بيها عظمكوا. جرايه شو؟ ما تعملي اللي تعمليه. يوه، هو انت يا اخويا على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس، خالك على طول قاسي عليا كده، يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصة. كانت لازمك قوي يعني الجوازة دي يا خال؟ ها؟ هي تبان كده، انما هي والله غلبانة ومن كسرة. ما هو باين انها من كسرة. انا سمعت انها هجت من البيت بدل المرة اتنين. بس بترجع. نعم. ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمة. تعرفش يا اخي، زي ما تكون عامله لي عمل. والله ساعه ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني، ما تعرفش ليه. طب اشرب القهوه. اشرب اشرب حاكم. القهوه ما بتبرد بتصيص. يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب. يا حلاوتك منك له يا حلاوتك. افندينا رجع الملعب واتطمنا على الكاس. كان بودنا ان احنا نقوم بالواجب دوت، لكن افندينا كان ليه راي تاني. اللي انت بتقول بقى يا كابتن. افندينا كوتش محترف وعارف مركز كل واحد فينا ايه. طول عمره ما يحبش الاحتياطي. قول له علم وينفذ. حصل. وقلنا له قبلك. سلام. سلام. مطني. نعم. عالجه احسن يعديك. ثانية، رش مطهر بسرعة. ترجعت للبلاوي دي تاني؟ انت مال اهلك انت؟ يا براء، انت كده هتموت نفسك. ده احنا ما صدقنا انك تبطل. ابطله؟ ما بطلوش، مالكيش فيه يا ابني. انا خايفة عليك. بتبلي ريقه يا بنت بكلمة حلوة. يمكن احس ان انا متجوز ولا حاجة، بدل ما انتي منشفاها علينا كده. يا بنت ليني شوية، حني شوية. حرام عليك يا مطرة. برا قريبة
ربنا خيرك يا ابني. انت تشميني ولا يا معلم؟ رجعت تضرب تاني؟ انا ما بضربش يا معلم، دول شوية زكام يعني عشان الشرب. عارف لو رجعت زي ما كنت انا مش هدخلك مصحة ولا هدور لك على عليك. انا يا دوب هرميك بين الضريبة تبقى خدام القعدة بعد ما كنت المعلم. هو كله بكيفك يا معلم، انا بعمل كده عشان ابلع اتفاقك مع الباشا واعدي لك موضوع افندينا. ريته بكيف يا ابن النوح. انا عارف انه مش بكيفك يا حاج، ده كيف الباشا. افهم افهم، احنا مهما كنا كبار في الاخر قد كده قصاد ناس تانيه. الناس دي علشان يسيبوك تاكل عيش لازم تبقى تحت طاحهم. يا دايره كبيره قوي، اكبر من الدنيا ذات نفسها. وعلى راي المثل يا معلم، ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وده مش جديد عليك. المرة اللي فاتت حطيت ابنك تحت رجلين الكل وراح فيها، يا ترى المرة دي هتحط ابنك التاني تحت رجلين مين؟ ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام أهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامة تحت رجليك، وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري احكي لهم عن شهامة ورجولة أبوهم، واقول لهم ما يصدقوش كلمه واحده وحشه تتقال عنك. بدران انا بحبك قوي. وانا كمان كنت بحبك قوي ولسه. ده انا من كتر سعادتي عايز اتجوز تاني. وفي احلى من الجواز؟ عارفه انا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب انه يتجوز السكرتيره بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين، الزباين زمانهم على وصول، ومش معقول هيفضلوا مستنيينك لحد ما تنزلي. ما انا فهمتك دول زباين تقال مش عايزين اي حد يشوفهم عندي، وانا فهمتهم ان هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي انا مش هعطلك اكتر من كده. يا ريت. لا اله الا الله. باي باي. محمد رسول الله. خرجت خلاص.
افهم بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسأل نفسي الكباريه منور ليه؟ أتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم. شلبي أؤمرني. أحلى ترابيزة على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزة كلها على حساب المحل، اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزة الملوك المستكوف المستكان يصل سيد المعلمين. لا أنا مش جاي على الصهر. لا لا أنا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب إزازة ونشربها نغب تشريفك لينا بالسلامة بالتلج والصودا وأحلى مزة لسيد المعلمين. برضو لا لا زازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين يا ملط. جو يا شلبي. أنا ورا الباب لو عوزتني. أمرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟ ينفع تبقى دي آخرتها؟ تصدق وتأمن بالله يا معلم؟ شبك ايدي في ايدك كده وتشبيكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت برا المحل بقضي مصلحة، لما رجعت هنا حكولي وتأثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليلة، فاهم؟ الليلة واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عيني كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا في مركب واحدة والكل بتشعلق في عرقوب التاني. عشان كده أنا جايلك لغرض محدد. مرني يا سيد الناس وعم الجمال. شوف الباشا ويبالي قلبي جرالي لو عدى بس عليا، بتوه وبنسى ما اعرفش حتى فين راسي من رجليا. تعالى تعالى في حضني، تعالى تعالى بعدك قلبي في حالة. ما تيجي تعالى بقى، ما تيجي بقى تعالى بعدك قلبي. اللقاء التالي على أنغام الفرقة الأساسية نعيش ونستمتع. مش قادرة، دماغي هتفرقع. إيه برضو الصداع يا أبلة؟ أيوة يا أختي الصداع، ما بنامش خالص. هنا سهر لغاية الصبح، يا دوبك ألحق أنام لي ساعة ولا ساعتين في البيت وأقوم أشوف اللي وراي. مش عارفة أعمل إيه. يلا نجري، هاتي لي كوباية قهوة ولا حاجة تصحصحني شوية. لحسن خميس ممكن يغير رأيه ويجي، عايزة أبقى مفوقة. وهي القهوة بتضيع الصداع يا أبلة؟ دي بتزوده وبتهلك الصحة على الفاضي. أمال أعمل إيه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حباية من الأحمر ده، هتوهوجي وتسهليلي وتقفي دادابان زي الجندي في الميدان، ولا تحسي بحاجة أبدا. خدي يا ستي. لا يا ماما ماليش في البلبعة. بلبعة إيه؟ أنتِ مفكرة حبوب هلوسة من بتاعة العيال دي؟ دي حبوب متجربة والكل ماشي بيها. هما الآلاتية اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين ازاي؟ ما هم الأحمر دوا. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمتي. هاتي يا منيلة. أيوة يا ستي، دي هتخليكي فلة. بسرعة المية. عيني دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرة وجميلة يا مانجا. انت يا حل الله يخرب بيتك. خمسة وطيري. الحقنا يا باشا الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق، وانا قافل بقي بمين جزمة عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبة الكل. اهدى بس يا نوح. اقعد. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا، وانا ماشي جنب الحيط يا باشا. كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى خود، انا ماسكه بالعافيه، بس بقى افندينا هو اللي سايق فيها كل يوم والتاني يعوره
ومره يهزقوا وسط الخال وينقطوا. الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز اسمع نصيحتي يا نوح. يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على انكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. الكوشي دي فريده؟ شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايوه كده، خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي انكلك نوح على الحفله بتاعتك. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله. عمال الليله كبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع انكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه. خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي. وانا بشوفك اصلا؟ بيكلميني في تليفون طمنيني عليك. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني، وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. هاو ممكن نطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. هنشاور البضاعه اللي هنستلمها في الكراتين دي. امال ايه، دي كراتين متامنه واخر حلاوه. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف حاجة؟ الله. ايوه امال ايه؟ زوز هات كرتونه فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين، طبقه فوق معسل وطبقه اللي تحت معسل، وفي النص هتشون البضاعه، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعه بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عمليه متجربه قبل كده كذا مره وعدت. مش كل مره تسلم الجره يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومه بقى عندها حاجات حديثه، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر يا فندينا. هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق، وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عيشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت وهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني. خد يا زوز. ناول. يلا هم يا رجاله. يلا يا اخوان انت وهو. يلا. ايه يا شو؟ كنت فين ده كله؟ انت مش عارف ان انا مسافر؟
عارف، بس كنت بقضي مصلحة وخلاص رجعت. طب يلا يا اختي خلي هدخل، بس انت بالراحة على نفسك شوية أعصابك. محمد رسول الله. جاهز يا خال؟ جاهز يا بندينا. خلاص نويته؟ ربنا معاك ويوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك الشر وكل عين بصلك براضي. أمانة يا أم، ما تنسي تاخدي الدواء في ميعاده. أنا دوايا يا ابني إنك ترجع لي ناجح ورافع راسك ومرجع اسمك للسوق تاني. إن شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع ناجحين ومسؤولين. ما تقلعيش على خميس يا حاجة، إحنا كلنا في داه وفي ظهره. ربنا يحميكم من العين يا عمر. يلا بينا يا عمر. ايوه يلا. اهلا 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 بريحة الحبايب وريحة اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه قومر يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش اي مخلوق على الارض يحس ان انا ليا اي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت اول مره؟ بس المرات دي بقى غير كل مرة. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنك صفر. العبها من أبعد حتة ممكن تطولها، مش لازم أي حد من رجالتك يبان فيها. آه، ما أنا مش عاوز أسيب أي فرصة لأي غلطة مش محسوبة. اعتبره حصل. حس كده ده مش خسارة فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، إلهي يتسرق منك. بتقول حاجة يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجاله الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم كدابك يا خال؟ البضاعه دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. خليها على الله. قول على الله رزق. تظبط الشيشة؟ الشيشة زي كل يوم يا كبير. طابور من وشي. تحب اغيرها لك؟ قلت لك قول قول. لك كسر على دماغك وافتح لك فتحة تانية. امرك يا كبير. امشي. امرك. أنا بقى هظبطها لك بإيدي. شوف كده. أنا شفت شفت بالقوي قوي قوي قوي. وإيه رأيك؟
سبحان الله الشيشة ظبطت على الآخر. إيديكي فيها سحر. أنت واقفة بعيكرة ليه؟ ما تقربي شوية. أنا نظر ضعيف ما جيبش من هناك. ما تجيب رجلك. تعمل إيه؟ هعمل لك حاجة حلوة. إيه رأيك؟ الله ظبطت كمل. هي إيه؟ الشيشة؟ لا رجلي. طب كده يا بنت بغير. لا 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 أنا بغير أصلا. طب تعالى بس أخليك تغير. يا بنت بغير ما تخليش حد صوتي. الله الله الله. وبعدين معاك خليك خليك خلاص حد يسمعنا. طب بالراحة بالراحة بالراحة. أيوه أيوه الله حلو كده. حلو غير بقى. مش وش يا بنت مش وش. قربي شوية. أهو معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال. في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا.